قصيدة شوية قصيدة حبية يعني شوية أكثر أملاً يعني. العنوان بالإنجليزي بس. Are you sure you want to delete؟ لما لا تتلاشى مثل ملف قديم بنقرة delete خاطئة لأسمع صوتاً لذيذاً لاختفائك في سلة المهملات، أو كما فعلت سهواً ليلة أمس مع رسائل الصادرة في هاتفي لأنام بهدوء على طرف الفراش كما الهر تجلس، أو أن تكون قطعة خبز أنساك في التوستر إلى أن تحترق ثم أقول أوه إنه كسرة خبز لا أكثر، أو أن تكون قدحاً زجاجياً نسيته على الأرض وأصدمك بقوة بخطوة قوية وسريعة وأنا أتدارك تأخري على اجتماع لأكنس شظاياك بسرعة كي لا تجرح قطتي، أو لما لا تكون قطعة جبن صفراء تركها غريب في ثلاجتي وأن يعرف بأنني لا أحب الأجبان الصفراء وأراك كل صباح بإهمال إلى أن تتعفن ثم أرميك في السلة. لما لا تكون بس هذا يتناقض مع النص الثالث. تمنيات يعني. لما لا تكون قطعة جلدية مملوءة بالهواء تطفو تحت ذراعي في البحر ثم يأتي طائر ليثقبك وأنا أدعي الغفلة عنك لأعود وحدي إلى الشاطئ. لما لا تكون فيلما يتم الإعلان عنه طويلا ثم أجدك في العرض الأول فيلما بدون معنى لأفقد ثقتي بك تماما في إعلانات أخرى. لما لا تخرج من شتائي وصيفي وربيعي؟ لما لا تترك خريفي لأحتفل بالأوراق الكثيرة وحدي أرقص مع ليلي في غابة على الطريق؟ لكن لماذا رغم كل تمنياتي من بين حروف Are you sure you want to delete لتسأل بدلا من ثنائية Yes, No عن اختيار ثالث يقول I do not know yet.